انا سيف زاهر موجود هنا في زد بصور انترفيو مع انيجما ومبسوط جدا جدا ان احنا ان شاء الله باذن الله هنكون موجودين على الكفر بتاع انيجما. ابتديت حياتي في مجال الاعلام ومجال العمل العام، ابتديت في العمل العام من نادي الصيد عضو مجلس اداره 12 سنه، ثم رحت اتحاد الكوره 10 سنين عضو مجلس اداره، ثم في المجال الاعلامي بقالي حوالي 11 12 سنه، رحله ومشوار طويل جدا سواء في العمل العام في نادي الصيد او في اتحاد الكوره، واعتقد ان احنا قدرنا الحمد لله يعني سواء انا حازم امام المجموعه اللي موجوده كلها ان احنا نعمل شكل مختلف للاعلام الرياضي مع وجود طبعا القامات الكبيره، كل واحد في الاخر كاعلامي عنده مدرسه مستقله بالذات، ولكن الحمد لله قدرنا ان احنا نحقق نجاح. هم عندهم مشروع زاد، كان عندهم فكره وعندهم مشروع كبير بيفكروا فيه، واحنا كنا مجموعه انا وحازم ميدو ومتعب واحمد حسن وزدان، ومنا مجموعه كانت رايحه لمجال التدريب ومجموعه رايحه للعمل العام. هم اتكلموا معانا ان احنا ناجل مشروعنا في اتحاد الكوره اللي جاي، ان احنا نخوض اي انتخابات وان احنا نحقق الخبرات اللي احنا اخذناها هنا. هم عايزين يهتموا بقطاع الناشئين وعايزين يعملوا قاعده، عايزين يعملوا فريق ومدارس. زد هتكون في منطقه اخرى لان هي في النهايه فيها عدد من الخبرات كبير جدا جدا، مع الطموح مع الاستثمار مع رؤيه بعيده مع ان انت بتاخد مدارس من بره زي هولندا والمانيا، فاعتقد ان شاء الله باذن الله هيكون ليها وضع مختلف ودي هتكون تجربه ناجحه لينا. هو فايس فيرسا، يعني هو مكسب ان احنا موجودين في ذات احنا عندنا خبرات كبيره واسامي كبيره في المجال الرياضي، وهي هتضيف لنا ان هو هيبقى مشروع لو نجح هيتحسب لنا بشكل كبير جدا، فهو مشروع مكسب للطرفين ليهم ولينا. احنا فضلنا نضم واحنا برضو يعني كلنا الحقيقه في مجالاتنا عملنا مشوار كبير وعملنا اسامي كويسه. عندنا طموحات ان احنا نشتغل مدارس مهاجمين لوحدها، ومتعب موجود عندنا، نشتغل ميدو موجود، حاسم موجود، يعني عندنا شغل بره على فكره بيعملوا كده، يعني بره بيجيبوا مدرب مهاجم يشتغل المهاجمين، يشتغل لخط الدفاع، يشتغل لحراسه مرمى، بره بيعملوا كده. فانت في الظروف دلوقتي محتاج كده، محتاج ان انت تشتغل على الحته دي عشان تطلع قاعده كبيره جدا تعالج الدنيا اللي عندك. محتاج ان انت تشتغل على الحته دي عشان تطلع قاعده كبيره جدا تعالج الدنيا اللي عندك. ما هو انت ما تقدرش تعمل غير كده، لو انت عايز كوره حقيقيه لازم تجيب من المواهب ومن الصعيد ومن كل حته، وتجيب برضو الناس اللي هي الاليت اللي هو بيلعب كوره. وهو ده على فكره اللي خلى افريقيا في حته ثانيه، يعني كل الدورات الاوروبيه بنشوف ليه لعيبه افارقه، ما عندهمش قصه، بيروحوا الناس الكشافه يبصوا هناخد ده وده وده، مش مهم ده ابن مين، مش مهم ده قصته ايه، مش مهم هيدفع ايه، المهم ان هو بعد 5 سنين هيبقى فين. ده البلان اللي يعني ان شاء الله باذن الله احنا ماشيين بيه هنا. كل حاجه في الدنيا بتكمل بعض، يعني دايما يقول لك الاعلام الشاطر اللي محايد الاعلام الشاطر والاعلام المثقف، اللعيب الشاطر واللعيب المثقف. محمد صلاح على فكره ما بقاش محمد صلاح عشان بيلعب كويس ولا بيرقص، محمد صلاح بقى محمد صلاح عشان هنا هو فهم، هو اتعلم هناك كويس. اللعيب لو اتعلم كويس يروح في حته ثانيه خالص، عشان كده دايما اللعيب المثقف غير اللعيب اللي مش مثقف، باكج قصه مختلفه تماما.